تمديد مدة صلاحية جواز السفر إلى 10 سنوات. طلب برلماني في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تمديد مدة صلاحية جواز السفر المغربي من 5 سنوات إلى 10 سنوات. وجاء في السؤال البرلماني طارق حنيش عن فريق الأصالة والمعاصرة أن الحزب يثمن مشروع تبسيط المساطر الإدارية من خلال رقمنة مسطرة الحصول على جواز السفر لتمكين المواطنين المغاربة داخل أو خارج المغرب من تقديم طلبات الحصول على هذه الوثيقة عن بعد. وأكد نفس المصدر أنه في إطار هذا الإصلاح يقترح الحزب تمديد مدة صلاحية جواز السفر المغربي من 5 إلى 10 سنوات تماشيا مع الممارسات الفضلى المعمول بها دوليا في هذا الشأن، وعلى غرار الدول الموقعة على اتفاقيات مع المغرب في هذا الخصوص، وكذلك بالموازاة مع مدة الصلاحية المعتمدة بالنسبة لبعض الوثائق الرسمية مثل البطاقة الوطنية ورخصة السياقة. وسأل الوزير عن رأي الوزارة في هذا المقترح الهادف إلى تمديد صلاحية جواز السفر المغربي إلى 10 سنوات.